بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمساك من أكثر الاضطرابات الهضمية التي تصيب فئة كبيرة من الناس من مختلف الشرائح العمرية، كبير وصغير وحتى الرضع، بسبب جفاف الجسم أو اتباع نظام غذائي غير صحي. ولعلاجه قد يضطر الأشخاص لتناول العديد من الأدوية التي قد يكون لها آثار جانبية. بهذا الفيديو سوف أقدم وصفات طبيعية مثالية من حواضر البيت، مثالية لعلاج الإمساك والتخلص منه من أول استعمال. أولا نبدأ بأول وصفة وهي زيت الزيتون والزبادي. هنا نستخدم زبادي طبيعي، الروبة أو اليوغورت، أو يمكن استعمال المحلى حسب الحالة الصحية، أو حسب إذا كنت عاملة ريجيم حسب حالتك الصحية. طبعا هنا فالزبادي البكتيريا الجيدة به تساعد على حماية الجهاز الهضمي لدينا وتجعله يعمل بشكل صحيح، ويساعد على علاج الإمساك عن طريق الحد من شدتها. نأخذ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونضيف هنا على الزبادي، علبة الزبادي قلت يوغورت أو الروبة، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، الزبادي مع زيت الزيتون. ونأخذ هذا الكوب أو العلبة كل صباح، يفضل أن تكون على معدة فارغة فتساعد مباشرة على التخلص من الإمساك بصورة طبيعية آمنة وصحية وصحيحة إذا كان الإمساك مزمن. وإذا كان الإمساك عادي غير مزمن، يمكن أخذ هذه الوصفة بساعة قبل أخذ الوجبة، قلت ساعة قبل أخذ الوجبة. هذه الوصفة آمنة للحوامل والمرضعات، وكذلك لكبار السن يمكن أخذ هذه الوصفة. بالنسبة للأطفال الصغار من عمر 3 سنوات فما فوق يمكن أخذ هذه الوصفة وبكل أمان. للرضع لدي وصفة، تابع الفيديو للأخير لتعرفها. غير متوفر عندك الزبادي وزيت الزيتون، يمكن استعمال الوصفة الثانية، هي أن نأخذ 3 حبات من البرقوق المجفف. أفضل علاج للإمساك طبيعي آمن 3 حبات من البرقوق المجفف أو بما تسمى بالقراصية، ونضيف عليها الماء يكون دافئ، ونترك المنقوع لليلة كاملة. بعدها في اليوم الموالي على الريق نتناول هذا الماء ونأخذ البرقوق المنقوع فيه على الريق، وقبل أول وجبة، قبل وجبة الغداء بحوالي ساعة كذلك. هنا البرقوق أو القراصية تعتبر من أفضل الفواكه الملينة للأمعاء، تحتوي على كمية مهمة جدا من الألياف الغذائية التي تسهل عملية الإخراج، بالإضافة إلى مادة السوربيتول التي تستخدم في إعداد الشراب الطبي أو التحاميل التي تلين الأمعاء هي موجودة في البرقوق. طبعا كذلك مع الإكثار من شرب الماء وتناول الخضروات والفواكه خلال اليوم، وذلك تجنبا للإصابة بالإمساك المزمن والذي قد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الصحية مستقبلا، كالبواسير والشرخ الشرجي والتهاب القولون والتهاب المستقيم وبعض أنواع السرطانات، عافانا الله وإياكم جميعا. غير متوفر عندك البرقوق، نأخذ هنا المشمش المجفف، 3 حبات من المشمش المجفف، ونضيف عليها كذلك الماء يكون دافئ، ونترك المكونات تنقع لمدة ليلة كاملة،
وفي الصباح نأخذ المشروب على الريق مع تناول 3 حبات من المشمش المجفف المنقوع في الماء. في حوالي ساعة نتخلص من الإمساك، خاصة إذا أخذناه على الريق. ويمكن أخذ هذا المشروب مع المشمش ساعة قبل الوجبة إذا كان الإمساك مزمن. بالنسبة لهذه 3 وصفات كلها آمنة للحوامل والمرضعات. الأطفال الصغار قلت من عمر 3 سنوات فما فوق يمكن أخذها وبكل أمان. بالنسبة للرضع لدي وصفة خاصة للأطفال الرضع. غير متوفر المشمش، يمكن استعمال هنا البديل كذلك للبرقوق والمشمش المجفف. لدينا التين المجفف، نضيف كذلك الماء يكون دافئ على التين ونتركه لينقع لليلة كاملة. أو يمكن أخذ وصفة التين مع زيت الزيتون للتخلص من الإمساك وبصورة طبيعية. ينقع وفي الصباح على الريق نشرب الماء المنقوع فيه التين ونأخذ 3 حبات التين ونتخلص من الإمساك في أقل من ساعة. وصفة رائعة جدا وسريعة، هي كذلك آمنة للحوامل والمرضعات وليست لها أي أعراض جانبية. بالنسبة للوصفات، وصفات الأعشاب، نأخذ ملعقة طعام كبيرة من السنمكي أو السنة، عشبة السنمكي متوفرة عند العطار، فقط أطلبي منه عشبة السنمكي وهي معروفة عند الجميع. ونضيف هنا الماء يكون مغلي ونغطي عليه حتى لا نفقد المكونات المفيدة في السنة. نتركها تنقع لمدة 10 دقائق ثم نصفيها ونتناولها قبل الوجبات بكذلك حوالي ساعة. هنا عشبة السنمكي لا أنصح بها للحوامل أو حتى المرضعات، هي تسبب بالنسبة للمرضعات إذا كنت ترضعي. طبعا الحليب يمر فيه فوائد السنة ويسبب إسهال لطفلك، لهذا لا أنصح بوصفة السنمكي، بينما باقي الوصفات أنصح بها آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. قلت بالنسبة للرضع وحديثي الولادة، هنا نأخذ صابونة الجليسيرين. الجليسيرين يمكن استعمال صابون الحجرة أو صابون الطرف بديلة لصابونة الجليسيرين. ثم نأخذ قطعة من الصابونة نشكلها على شكل تحميلة صغيرة، ننقعها في زيت الزيتون ونضعها كتحميلة للرضع وحديثي الولادة، مباشرة يتخلص الرضيع من الإمساك. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.